المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته ترامب بالاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على صحرائه يعتبر يعني بكل المعايير حدثا استراتيجيا حاسما فيما يتعلق بملف الصحراء، خصوصا أن الرئيس ترامب قرر مباشرة ترتيب أثر أهم على هذا المرسوم، وهو قرار فتح قنصلية أمريكية بالداخل. وهذا القرار يجب أيضا التوقف عنده، لأنه فتح قنصلية بالداخل هو له دلالة كبيرة يجب التوقف عندها، لأنه يتجاوز شرعية اتفاق مدريد الثلاثي الذي بموجبه كان المغرب وجوده مشرعا بهذا الاتفاق فقط في الساقية الحمراء. لكن هذا القرار أيضا يعترف بالسيادة المغربية الكاملة على 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 صحرائه، يعني إلى الكويرة. أيضا هذا القرار هو قرار ثابت لا يمكن التراجع عنه إلا في حالات استثنائية نادرة جدا، أي باعتراض عليه على اعتبار أنه مخالف للدستور الأمريكي والذهاب إلى المحاكم، أو بقيام الكونغرس ب يعني إجراءات منع الموارد المالية التي يمكن أن تؤدي إلى تنفيذه، بينما هو في حد ذاته أي بالخصوص ما يتعلق باعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء هو شيء لا يحتاج إلى موارد مالية لذلك، ولا يمكن توقع أو انتظار أن تحاول الإدارة القادمة التي يرأسها بايدن بأن تتراجع عن هذا القرار. ثانيا، ما ذهب إليه الرئيس ترامب في تعليل قراره بكون المقترح المغربي للحكم الذاتي هو المقترح الوحيد المطروح على الساحة، والذي يمكن أن يوصف بأنه عملي وواقعي وينسجم مع قرارات مجلس الأمن، وكذلك من اعتباره لمطلب الاستقلال بأنه غير عملي ويستحيل تطبيقه. هذا لا يعدو كونه ترداد لمضامين القرارات الأممية الخمسة الأخيرة التي كانت حاسمة في هذا المجال. هناك أيضا شيء يجب التوقف عنده، وهو أن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء يعني أنه بالنسبة للولايات المتحدة التي لها وستصبح لها يعني قنصلية في الداخل، أنه بالنسبة لها فكل اعتداء من طرف مسلح من طرف البوليساريو على أي منطقة في الصحراء هو اعتداء على أراضي دولة ذات سيادة، وفي حالة ما إذا طورت واصلت البوليزاريو في انتهاكها لوقف إطلاق النار وفي قيامها ببعض المناوشات حتى أو طورت هذه المناوشات إلى أعمال عدوانية أكبر، فمن غير المستبعد بل من المتوقع في نظري أن تكون الخطوة المقبلة هي إدراج الولايات المتحدة البوليزاريو في خانة الجماعات المصنفة على أنها جماعات إرهابية، مما يعني أن كل عضو منتمي لجبهة البوليزاريو
أو يدعي الانتماء إليها سوف يتم تصنيفه ووضعه في على قوائم الإرهاب الأمريكي، ما يعني استحالة يعني ذهابه إلى أو سفره خارج في أوروبا أو الولايات المتحدة ما فيها قيادي الجبهة وما يزعم بتسميته دبلوماسي الجبهة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فاعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه سوف يشجع ويسرع عملية اعتراف الكثير من الدول بسيادة المغرب على الصحراء، ومن هنا فمن المتوقع أن عدد القنصليات التي سوف يتم فتحها في المناطق الجنوبية سوف يزداد، وحتى الدول التي لن تفتح قنصليات سوف تصدر، كثير من الدول سوف تصدر بلاغات أو بيانات تؤيد فيها بشكل واضح السيادة المغربية على أعلى الصحراء. نبقى إذن أنه كما كانت اليد المغربية ممدودة للانفصاليين وللجار الجزائر لمساعدتهم للخروج من هذا المأزق، فإنه يجب عليهم أن يستغلوا هذه الفرصة الأخيرة.